سترا يليق بجلالك يا رب. اللهم لا تخرج صاحب حاجة من المسجد إلا يسرت أمره وشرحت صدره وأعطيته فوق ما يتمنى يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين، وأزل هم المهمومين بجودك وكرمك يا رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وقرة أعيننا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الأخيار في روضة من رياض الجنة، كما قال النبي محمد: أنت الآن في الجنة. كلام النبي محمد: إذا مررتم برياض الجنة. هذا هو الموطن يا أحبابي إخواني، من هنا يأتي الفلاح وتأتي السعادة ويأتي الاطمئنان وانشراح الصدر. أنت أحوج ما تكون وأنا من قبلك إلى أن نسمع عن الله وعن رسوله. السماع عن الله وعن رسوله كله خير ورب الكعبة. وأشقى الناس من حرم من ذكر الله. قال الله: ولا تطع من أغفلنا. كلام الملك، آية غريبة جدا يا أحباب إخواني، ولو وضعناها في القلوب يا أحباب إخواني في الله وتمعنا أحبابي في حروفها وفي حكمها جدية كبيرة جدا. يا ناس، هناك من الناس الله كرههم، كرههم على أن حتى يأتي على أن يكرمهم وأن يمن عليهم ويتفضل عليهم ويسمح لهم بأن يذكروه يا أحبابي إخواني في الله. فإن ذكرت الله فاعلم ما أعانك على ذكره إلا من؟ إلا الله. أي غريبة يا أخي. ولا تطع من أغفلنا. نحن أغفلنا، مش هو اللي غفل. نحن كرهنا أن يذكرنا، كرهنا أن ينادي يا الله، كرهنا أن يقول سبحان الله، كرهنا أن يقول لا إله إلا الله. هل صليتم عن رسول الله؟ حتى قالها ربي لحبيبه المصطفى لما وجد عليه من الأسف والحزن والتأسف على من لم يؤمن، قال له ربي تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما أحوجنا إلى تلك المجالس، نقول كما اعتدنا أن نقول في كل بداية محاضرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم يا أحبابي إيه؟ السكينة. سكينة يا أخي، سكينة. بحثوا عنها في المال فما وجدوها، وتعبوا، تعبوا مساكين. بحثوا عنها في المال فما وجدوها، بحثوا عنها في السلطة فما وجدوها، بحثوا عنها في العزوة والأولاد وصلة وعيلة فلان وعيلة علان وكذا فما وجدوها. كتب الملك أن السعادة لن تكون إلا بيد الله، ولن توهب إلا لعباد الله. أسأل الله أن نكون منهم جميعا يا رب. إلا ونزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم يا جماعة. كما نؤكد في كل لقاء، ده الموضوع ده كله بمجرد أن تسمع فقط. والسماع يحتاج إلى عمل. فبشر عباد من عبادك يا رب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. برضك مين هم دول؟ حيعرفك دول: أولئك الذين هداهم الله. بس لا 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 لا، وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. عارف اللب؟ مش اللب، اللب نعرفه، عارفين اللب، احنا صليتوا عرس. طب واللب؟ يعني العقل، أصحاب العقول، الزكي. زي ما احنا نقول لك: يا ابني خليك زكي، يا ابني طلع الجنيه، يا ابني انت طول عمرك غبي. احنا كده بنقول لأولادنا، نقول كده: يا ابني شوف الناس شغالة ازاي، يا ابني، يا ابني طول عمرك هتفضل كده. دي أولنا وجميلة جدا. يا أخو حد بيقول لك كده؟ الله يفتح عليك، صليتوا على رسول الله. أيوة أحبابي، نعم يا جماعة، اللي عنده مشروع صغير اعمل 5 مشاريع، 10. عندك دكانة صغيرة خليها يسموه ايه الضخم الكبير جدا ده؟ سنتر بيقول عليه، سنتر ده انجليش ولا عربي؟ اي حاجة، المهم تخليها حاجة كبيرة يعني. صليتم على رسول الله.
أيوة أحبابي، إن الله بيان من النبي محمد، إن الله يحب معالي الأمور، إمضاء النبي محمد، ده كلام النبي ده. إن الله يحب معالي الأمور، ما احنا قلنا الكلام ده يا جماعة. افدنا أبا سعيد، افدنا، ما فيش حاجة اسمها الواد بلية، فيش في بلية في ديننا. بلية لازم يكبر ويبقى ايه؟ قسطة كبير، صح ولا غلط يا احبابي اخوان؟ اسأل الله ان يجمعنا مع النبي محمد، قولوا امين يا رب. ايها الاحبة في الله، كما اعتدنا في كل ليلة احد، بس احنا بنقول يوم السبت، يعني صليتم على رسول الله، اننا نعيش في سيرة النبي. ترتاح، ترتاح لما تسمع عن رسول الله كيف عاش النبي. يا جماعة الدنيا دي عاش فيها النبي، أو الله العظيم، وعاش فيها أبا بكر، وعاش فيها عمر، وعاش فيها عثمان، وهم أغنياء، خلي بالك، ورجال أعمال، والله العظيم رجال أعمال، والله رجال أعمال. هو النبي محمد كان شغالي يا أحبابي؟ كان شغالي النبي محمد؟ ما تخافش، النبي محمد شغالي، بس ما احنا قلنا ما فيش بلية. ده راعى الغنم متى؟ من 6 لـ 8. طب من 12 لـ 25 تاجر، ومن 25 لـ 40 تاجر عملاق كبير صلى الله عليه وسلم، وطول عمر النبي كبير في كل شيء صلى الله عليه وسلم. جميل يا احبابي اخواني، تعال نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبه في الله، سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعطيك امل، وتنزع منك الحزن والحزن والخوف والقلق، لما تعلم علم اليقين أن ما نعيش فيه وما هو آتي وما هو قد مضى، إنما كله بيد من؟ بيد الله. ما زال الحديث يجري بنا في سيرة النبي. انتهينا من غزوة الفرقان. أي غزوة الفرقان؟ اللي هي غزوة، غزوتين اسمها غزوة الفرقان، خافوش يا حبابي إخواني، غزوة الفرقان دي غزوة اللي سماها الملك، ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان، اللي هي غزوة بدر يا باشا، لأن الله فرق فيها غزوة، مع أن العدد قليل من الطرفين، بس طرف العدو 3 أضعاف الإيه؟ المسلمون، 314، والعدو كام؟ ها؟ ما يقرب من 1000، 900 إلى 1000، وقيل 950 بالضبط. صليتم على رسول الله، ومع ذلك كان النصر لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. قال الملك: ولقد نصركم الله ها ببدر وأنتم أذلة. صليتم على رسول الله، يعني قلة يا أحباب إخواني في الله. صلينا على سيدنا رسول الله، انتهت الغزوة وزاع الخبر، والوكالات العالمية وغير العالمية والمحلية والقناة الكذا كله نشر، والفرس تحدث والروم تحدثت. صليتم على رسول الله، عن نصر النبي الجديد صلى الله عليه وسلم، وهو دين جديد ونبي جديد. صليتم على رسول الله، سمعنا بأن نبيا جديدا ظهر في مكة. صليتم على رسول الله، فانتصر النبي محمد، فزاع صوته وعلى خبره صلى الله عليه وسلم، عاد منتصرا المدينة. خلصنا الغزوة في 3 حلقات على ما أعتقد، صليت مع رسول الله، عاد النبي محمد ليبدأ رحلة جديدة. العدو كان خارجيا، اللي هم مين؟ قريش. عاد النبي إلى المدينة، وهذا كان في العام كان، متى كان غزوة بدر؟ الإجابة صح، بس ما سمعتش حاجة أنا، بس ممكن تكون صح. ها أحبابي إخواني، متى كانت؟ في رجب، في رمضان، ها، في العام الثاني رقم 2، احفظ، في العام الثاني من الهجرة انتصر النبي. بعد رمضان ايه؟ ما تخافوش، انت خايفين من رمضان ولا خايفين من شو؟ بعد، ولسه ما صمتوش ولا يا احباب؟ طيب، بعد رمضان شوال، في نفس العام، اذا احباب اخواني في الله، بغزوة أخرى ولكن لم يحدث فيها قتال، إنما أصدر النبي محمد قرارا بجلاء بنو قينقاع. إيه بنو قينقاع ده؟ إيه الألفاظ المعصلقة دي؟
صليت مع رسول الله؟ كان في المدينة، كان في المدينة إيه؟ ثلاثة إيه؟ طوائف من الإيه؟ اليهود اللي رجعهم مع بعض. صليت مع رسول الله؟ والذكرى تنفع من؟ رقم واحد بنو النضير، قبيلة بني النضير يهودية. اثنين، ها حلوة خدتها دلوقتي، بنو قينقاع. ثلاثة، الله يفتح عليكم، بنو قريظة. فاكرين لما تكلمنا عن الوثيقة النبوية، وثيقة أن النبي قال لليهود ما لهم وعليهم ما عليهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ووضع النبي شروط: ألا تخونوا ولا تغدروا ولا تتحالفوا مع عدوية يوم على المدينة. اوضع الشروط وافقوا، ولا يحق لمسلم أن يظلم ولا أن يأخذ ولا أن يقهر ولا أن يفعل، الكل سواسية تحت ميزان العدل الذي جاء به النبي محمد. ولا يجرمنكم ها شنآن قوم ها على ألا تعدلوا. اعملوا ايه؟ اعدلوا، هو أقرب للتقوى. نحن نقبل الحق ولو من عدونا، ده المؤمن. الشاهد هذه القبائل الثلاثة الموجودة في مكة بينها وبين النبي محمد عهد ووعود ومواثيق، ولكن اليهود أينما حلوا وأينما نزلوا لا يعيشون بدون غدر ولا خيانة. ما ينفعش، ما ينفعش عيش كده، ما ينفعش غير كده. والذي تكلم عنهم وقال الذي خلقهم هو الذي قال ذلك. صليتم على رسول الله؟ بأنهم نقضة للعهود، خونة للأمانة. ده ليس بكلامنا، بل لو قرأت ونظرت إلى سورة البقرة 80% تتحدث عنهم، حتى نبيهم يسمى وكلم الله موسى لكثرة كلامه مع الله وجهاده مع هؤلاء. صليتم على سيدنا رسول الله. طيب نعود إلى بني قينقاع، قبيلة موجودة في الأطراف، في الطرف الشمالي من مدينة رسول الله. يا رب لا تحرمنا يا كريم يا رب من زيارتها في كل عام يا رب في الحج والعمرة، اللهم أمين يا رب. المدينة دي شغلها كبير جدا يا أحباب، شغل كبير كبير. المنطقة الوحيدة تدخلها تحس نفسك ساكن هادي فرحان، مش عارف فرحان ليه، انت مش عارف فرحان، بس تدخلها كده. بمجرد ان تدخل على حدودها والاتوبيس داخل ونقول لك انت الان في مدينة رسول الله، يا نهار ابيض، اللهم لا تحرمنا ذلك يا رب، اللهم امين يا رب. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، على أطرافها من الناحية الشمال يوجد بنو قينقاع، عاهدهم النبي كما عاهد غيرهم صلى الله عليه وسلم على عدم الغدر. طب ما سبب الجلاء؟ روية الروايات. أول رواية رواها ابن إسحاق صاحب السيرة المشهور، قال لما عاد النبي منتصرا، صليت على النبي محمد، عاد منتصرا والفرحة على وجوه مين؟ الصحابة. والمسلمون الآن في فرح وفي عزة وفي نصر، الأول كانوا يضربون ويضطهدون و و و و، وأصبح الآن لهم قوة ودفاع وجهاد وشهادة. صليتم على سيدنا رسول الله؟ فأصبحوا الآن في تمكين وفي غلبة وفي قوة، فظهر الصحابة فرحتهم، مش فرحتهم كل اللي قبله يضربوه، لا، عادوا منتصرين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بني قينقاع، أرسل إليهم قال يا بني قينقاع، النبي ناصح وأمين، ما من حدث يحدث إلا والنبي يستغله في الدعوة إلى الله رب العالمين. فلما من الله على رسوله بالنصر
اجتمع ببنو قينقاع، قال لهم: يا بنو قينقاع، إني ناصح لكم ومحذرا لكم أن يقع بكم مثل ما وقع لقريش، وإنكم لتعلمون أني رسول الله. حلفوا على بعض، أنتم عارفين أنا مين، وأنا قد موجود في كتبكم التي بين أيديكم. يقولوا إيه هم المفروض؟ يناقشوه في المسألة دي، المفروض يناقشوه. يقولوا لا ما حصلش، لا ما عندناش كتاب بيتكلم كده. لم يستطيعوا، لأن الله ورسوله أصدق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم. قرآن نص فيه هزار. صليتم على سيدنا رسول الله؟ فقال: وقد تعلمون ذلك. المفروض يناقشوه في المسألة دي، ولكن الكبر، وإحنا قلنا الكبر عدم اتباعك للحق. فين الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أيها الأحبة، قال صلوات الله عليه: إن الله جميل يحب ليه الجمال. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال إيه؟ ذرة من كبر. ذرة ذرة ذرة، مش طوبة ولا كيلو، ذرة لا ترى بالعين. الذرة لا ترى يا باشا، ما تراش. فكيف بمن قد امتلكت جوارحه وعقله وقلبه بالتكبر على خلق الله؟ كيف هذا يكون حاله؟ إذا كان اللي في قلبه مثقال ذرة يا ناس، فكيف بالمتكبرين؟ يبعث المتكبرون يوم القيامة على هيئة أو على شكل أو على قدر الذر. عارف الذر يعني؟ زي النمل والذباب، يبعث هكذا، لأنه من علا فالله أعلى. صلينا على سيدنا النبي. قال الصحابة لما سمعوا الحديث: يا رسول الله، إن الواحد منا يحب أن يكون ثوبه حسن. إن الرجل، بيكلموا الصحابة يقولوا النبي: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن. إحنا زمان كان يقولوا عليه: آه يا عم، من تعامل نفسك فيها عايق عايق، صح ولا غلط؟ أيوة يا عم أنت عايق يا عم. لا، أقول له والله أنا محب للنبي محمد. أصلك ما بعض الناس فاكر أنك أنت تكون متبهدل، شكلك مش طيب، يقول لك من السنة. سنة مين يا معلم؟ لا يا أخي، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. أيوة يا أخي، كلام من ملك. عايزك تكون جميل في كل أحوالك. اللي هم دلوقتي أخذوها بكلمة الواد الروش ده، روش ما احنا تكلمنا عنها، مش عارفين صح ولا غلط يعني. المهم عايزك تكون شكلك واد حلو. آه والله، لو اتبعتم هدي النبي لأنتم أعقل الناس وأطيب الناس وأجمل الناس. يا أخي، هكذا هو النبي محمد. 63 سنة ما رؤيا وسخ ولا اتساخ ولا ريحة مش طيبة من النبي محمد. ما خرج النبي منكوش الشعر أبدا أبدا. كان إذا خرج نظر إلى المرآة، أنا مش عارف المرآة هي التي كانت تنظر إلى النبي أم النبي والذي ينظر إلى المرآة. يا جماعة يا جماعة يا جماعة، والله النبي جميل جدا، والله جميل لدرجة ما تتخيلهاش، والله ما تتخيلها تخيلهاش. أو والله أبدا أبدا، لن تتخيلها أبدا. ابن عمر يقول، أو عبد الله ابن عمر بيقول: أنا قاعد بين يدي النبي مباشر وشايف قدامي زي ما شايف إبراهيم عيد كده. أحبابي إخوان، فبيقول: بصيت كمان لفوق، نظرت إلى أعلى، فوجدت القمر قد اكتمل، القمر 14، والأرض أرض المدينة صحراء، صح ولا غلط؟ أصفر في الأرض ونور حيضرب من فوق، يبقى تحس إن القمر شكله إيه؟ لؤلؤة.
ومع أننا شفناش إلا آلة إحنا صليتهم على رسول الله. المهم جميل جدا صح؟ فيقول ابن عمر نظرت إلى القمر فقلت الله إيه الجمال ده، ثم عدت ببصري إلى وجه النبي فقلت والله إن وجه النبي لأشد جمالا وضاءة ونورا من البدر في تمامه. يا نهار أبيض، فكيف لما تقعد معاه وتسلم عليه تاخده بحضن كده، اللهم اجمعنا ذلك يا رب. شاهد أحبابي إخواني في الله، قال يا رسول الله إن الرجل يحب نعله حسن وثوبه حسن، قال النبي لا، إن الله جميل ها يحب ليه الجمال، ولكن الكبر، ركز عم زغلو ماشي، ولكن الكبر اسمع ايه احبابي، قال بطر الحق، بطر 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 الحق، عدم اتباع الحق، عدم اتباع الحق وغمط الناس، استحقار الناس. من اتصف يعني بهاتين الصفتين لا مكان له في جنة ربنا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أنتم تعرفون أنني رسول الله، عارف بما ردوا، ده السبب الأول، قالوا يا محمد لا تغرنك نفسك، اسمع مني كويس، لا تغرنك نفسك أنك قاتلت أناسا أغمارا، أغمارا أي أغمارا يعني لا خبرة لهم في القتال فانتصرت عليهم، أما لو أنك قاتلتنا لعلمت من نحن. شفت، عايز يجرب جرب معنا احنا، هذا مفهومه قول الملك قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا ذكره ابن إسحاق. أما ابن كثير وابن هشام صاحب السيرة المعروف قال لا، قال السبب أن امرأة من المسلمين أو من المسلمات دخلت هذا السوق، سوق بنو قينقاع، وكان مشهورا بالصاغة، تع الذهب، بيع الذهب والفضة والكلام ده، فدخلت هذه المرأة لتشتري حليا لها، فدخلت عند رجل يهودي لتبتاع منه، وكانت المرأة قد تزينت وتجملت بالملبس الشرعي الذي فرضه الله من فوق سبع سماوات، ما يرى منها شيئا على الإطلاق، لا وجها ولا كفا. صليتم على سيدنا رسول الله؟ فراودها اليهودي وسولت له نفسه أن يرى وجهها فامتنعت. صليتم على رسول الله؟ فجاء هذا الخبيث وكان يوجد معه أكثر من رجل من اليهود ويسخرون منها، فالتف من حولها وهي جالسة فعلق زيل ثوبها في عباءتها أو في ردائها أو في ملبسها من الخلف، فلما أرادت أن تنصرف انكشف شيء من ساقها أو من رجلها، فصرخت الحرة. كلام مؤلم هذا وموجع، لو خدنا الصورة دي ووضعناها الآن في شوارعنا وفي طرقاتنا
بدون تعليق ولا حاجة، زينوا لها كل حاجة، فكشفت الساق وفوق الساق وحبيتين تاني فوق الساق، ونسأل الله العفو والعافية. ده في بعض الأحوال، أسأل الله أن يستر على بناتنا وعلى نسائنا، قد ترى لشدة ما تلبس من تضييق على الأعضاء كادت العورة المغلظة، وإن سألتها قالت لك أنا مسلمة وأبي عبد الرحمن وأبي اسمه محمد وأبي اسمه محمود وأبي اسمه، ولكن نحن الآن إلا ما رحم ربي ما عرفنا من الإسلام إلا اسمه، اكتفينا باسمنا في البطاقة إنك مسلم وخلاص. شفت الحرة دي صرخت صليت مع رسول الله، فسمعها رجل مسلم فدخل فرأى الحال وهم يسخرون منها، فضرب اليهودي فقتله، فتكاثر من كان في داخل الدكان على المسلم فقتلوه، فرفع الأمر إلى رسول الله. هذا ما ذكره من؟ ها؟ ذكره من؟ ابن كثير وابن هشام في سيرته. ثم قال فريق ثالث: لا تستبعدون أن يكون السبب الأول والسبب الثاني هو الإيه؟ يعني أحباب إخوان في الله، رواية ابن إسحاق اللي هي أن اليهود قالوا للنبي محمد أنت لو إيه؟ لو قاتلتنا كان عرفت إحنا مين؟ أو يكون قصة إيه؟ يبقى السببان إيه؟ معا، كانوا سببا في جلاء مين؟ بنو إيه؟ قينقاع. وبالفعل وصلت الأخبار إلى النبي محمد، فأخذ النبي محمد القرار بجلائهم، وربما يكون في بداية الأمر أن يكون بقتالهم. لما؟ لأنه تدخل المنافق مؤسس دولة النفاق عبد الله بن سلول، لما وصلته الأخبار بأن النبي محمد سوف يقاتل أو سوف يجلي بنو قينقاع، جاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله أحسن إلى موالي، دلو تبعي أنا، هؤلاء حلفائي أحسن إليهم. فلم يرد عليه النبي، فعاد القول مرة ثانية: أحسن إلى موالي. فلم يرد عليه النبي، فأدخل يده فأمسك بثوب رسول الله فجذبها بقوة حتى احمر وجه النبي محمد، وقال: أحسن إليهم، لقد ساندوني ومنعوني من الأحمر ومن الأسود، كانوا بيدافعوا معايا، ثم تأتي في لحظة واحدة تستأصلهم. فالنبي كان دايما يحب الشفاعة ويقبل الشفاعة في الناس، فقال: قبلت، هم لك ولكن لن يجاوروننا في المدينة، يطلعوا برا المدينة. فخرجوا منها وتركوا أموالهم يا أحبابي وكل ما يملكون من سلاح ومن أموال مادية وكل شيء. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان طرد وجلاء بنو قينقاع، لأن أحبابي إخواني في الله ليس بعد الخيانة أمر آخر ينتظر لأجله. فلما خانوا الله وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم أمر النبي محمد بجلائهم وبخروجهم من المدينة. لم يتبقى إلا من؟ مين؟ ها؟ بنو قريظة وبنو النضير. تأخذ شيئا طيب جميل، مع أن الكفر ملة واحدة صح؟ ولكن حاش لرسول الله أن يأخذ صلى الله عليه وسلم أحدا بسبب أحد، ما قالش خلاص
هم الثلاثة يطلعوا برا؟ لا والله، إنما بقي بنو قريظة وبقي بنو النضير، ولكنهم للأسف ما صدقوا مع الله ولا صدقوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك أيها الأحبة في الله نكون قد انتهينا من جلاء بنو قينقاع، فخرجوا إلى مشارف بلاد الشام أيها الأحبة، ونزلوا فيها أيها الأحبة في الله. وهنا أيها الأحبة في الله نثبت قضية، أن الإسلام لا يعادي إلا من عاداه، أن الإسلام ما جاء إلا لصلاح البشرية والأمن والأمان والاطمئنان لجميع الناس. وحاش لرسوله ولأهل الإيمان أهل الصدق أن يخونوا ولو كانوا مع من يخالفوننا في العقيدة أيها الأحبة في الله، كما قلنا بقول مولانا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نتكلم عن غزوة أحد، غزوة أحد. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، زدنا ولا تنقصنا، كرمنا ولا تهنا، كن لنا ولا تكن علينا، اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا، تولى أمرنا، بيض وجوهنا، أحسن يا ربي أمورنا كريم يا رب، اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ولمن علمنا حرفا ابتغاء وجهك العظيم، صلى الله وسلم ورسول الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.